قهوجي دور صباح النور خالد. عسليمة صباح النور جيهان صباح خير. لا عاد جود مورنينغ عاد شنو هذا؟ نايت اسمعوني مليح اليوم لا جود مورنينغ لا جود نتاج. اليوم لغة عربية لبسة خشبية وزيارة لليبيا الجميلة المسمية كما العادة القهوة التكنسية الإدارة التونسية نتبعوا المشاغل الشعبية ونبثوا الموجات الإيجابية. اليوم احنا في ليبيا كما قلت لكم جميلة المسمية. انا تعرف يا خالد شو استنيتك في بالي باش تحكي معايا برونتو طاليانو خاطر تعرف مليح في بالي قربت لإيطاليا انت تتحول معناها مي بون مش مشكل اللي قبلوها بالعربية من عندك انت سي منظر الصباح بالعربية مش باهي باهي ما يسالش اي خالد وين موجودين انتم في ليبيا بالضبط؟ اليوم في قلب ليبيا في السونتر نتاع ليبيا موجودين موجود السوق موجود موجود الادارات موجود البنوك وحنا القهوه زاد القهوه تبارك الله موجودين بكثره وحنا تو في قهوه قدام قهوه الاندلس هذه قهوه الاندلس وباش نحكيو بصوت حلولها وباش نحكيو مع القهواجي سي محسن ريدان اللي عنده حسب ما قال لنا عنده 32 سنه 32 سنه بالتمام والكمال في القهوه وصدقوا تلقاوا وصبحوا ليه تقولوا صباحين تحكي معاه باي برشا دخل معاك علي دخل معاك علي خالد القهوة مزينة برشا فيها برشا قبب هاو كارينيها اللون الابيض والازرق يظهر لون البحارة والبحر وقليبيا مزينة برشا القهوة هو القهوة هذيك معروفة قهوة الاندلس في قليبيا واللي يمشي لقليبيا ما نجمش يتعدى من بحث قهوة الاندلس اي سيدي اي وين المعلم يا سيدي اي سيدي هاو سيدي المعلم قاعد وحيدة وحيدة خطوة خطوة قاعد داخل تدخلوا للقهوة الاندلس تحكي مع سي محسن ريدان سي محسن ريدان صباح الخير سي محسن مرحبا بيك راديو ماد يرحب بيك وباش يحكي معاك اليوم الصباح تفضل سي محسن صباح الفل سيدي نهاركم سعيد مبروك يا بابا احسن ناس تنجم تصبح عليهم ويعطيوك الامل هما جماعه قليبيا تحيه لكم الكل مرحبا بكم سيدي مرحبا مرحبا يعيشك ربي فضلك القهوه هذه مزيانه واللي يتعدى في وسط قليبيا يعرفها قهوه الاندلس اسمع علاش اسمها قهوه الاندلس الساعه؟ هذه قهوه الاندلس في قليبيا اللي يجي لقليبيا ما يجيش قهوه الاندلس يعتبر راهو ما جاش وسيرتو هكا الفايونس اللي مزيان معناها انا قصدتو حاجه في الجايه بتاعو هي في مقهى الاندلس مختار اسمها كيكا فهمت من التاريخ ومن الاسامي القديمه. باهي برشا شوف محلاها ريتها قاعده القرنفل اللي في الودنين هذيك ها يا خويا اسمع عاملين لها مجو غادي في القهوه عاد الصباح انت. ستر ربي ستر ربي اي قل لي سيدي قداش عندك في المهنه هذيا؟ عندي 32 سنة ما شاء الله ربي يبارك ويزيد ويبارك في عمرك في 32 سنة هذية أكثر حكاية تقعد في بالك وتقعد تحكيها لولادك وولاد ولادك والله مرة وقعت هكاك طرفة ولا غريبة طرفة طرفة اي عندي ماكينة الاكسبريس هذية اي فما فليكسيبل تبلق من العطا اي خرج بريسيون اي عشية سبت عشية سبت وقهوة معدلة. ايه؟ حالت وقت اللي شفت في البريسيون هذاك واحد جريت على طول باش نطفي دابوس باش نسكر دابوس ليجاز. ايه؟ ايه؟ سكر دابوس ليجاز وقمت لقيت قهوة فارغة ما فيها حتى حد. يا رسول الله. كلها قطعت. الناس كلها قطعت. قلت له حتى واحد ما سأل عليه انزلاق يا ناري قل لهم نشرف فيكم في القهوه خليتوني مشيتوا يا ناري عليهم ستار الله ان شاء الله ربي ديما يسترك سيدي تحيه لكم الكل اولاد قليبيا وبنات قليبيا لا نرجع معك خالد بربي من جديد خاطر ماذا بينا شفنا خالد بالميكرو والساك والقشبيه دونك عليه ماذا بينا تبعث لنا تصوير لخالد بربي بهالحطه هذيا اللي راكبه على بعضها نقول وي شوف شوف هاكا هذيك هذاك الفلتر سيدي ولا تاي هذاك الفلتر ولا تاي اللي قاعده تصب فيه ملا الاندلس عندها الفلتر الصباح عندنا كان الفلتر تو ربي يبارك فيك وان شاء الله نهاركم زين وربي معاكم وتحيه لكم من جديد في دبوزة مالا ريت هذيك هكا ومول باش يمشي غادي للبحر ولا باش يمشي لشدة ثنية ولا حاجة هكا وما فماش حاجة باش يمشي يدخلها هكا الفلتر تتحط في دبوزة في حاجة المهم يشرب قهوة فلتر بنينة من عند قهوة الاندلس وي شفتك القرنفلة هاو الناس اللي يبعثون الامل يحط لك القرنفلة الهوني والضحكة مزيانة وجههم احلاه وتحية لكم ديما شيخين ديما عاملين
جو صحه اليوم فوالا نمشيو للصغير.